السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السي المهداوي، تحياتي، عيد مبارك سعيد. السي المهداوي الصحفي الجليل، الصحفي الذي لا يخدع مستمعيه، الصحفي الذي لا يكذب عن مستمعيه، الصحفي القوي. تحياتي وعيد مبارك سعيد. والله فك صراحك يا أرحم الراحمين، اسمع هذه الدعوة يا رب الكريم. تحياتي السي المهداوي. سبق لي وأني عقبت لك على واحد الكلمة تاع أمازيغ مع أمازيغ من حقي، ولكن هل تعلم أني أحبك ماشي كشخص فقط، ولكن كصحفي الذي لا يخدع مستمعيه، الذي لا ينافق مستمعيه، الذي يقول الحقيقة، الذي يفضح الواقع المعاش في بلدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته. جو ريست توجور ا فو سويتي بون شونس دو فوتر في افيك فوتر فامي.